هذه نشرة إخبارية مفصلة وفي عناوينها: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا. الرئيس الصيني في روسيا مطلع الأسبوع المقبل لتعميق التعاون الدولي والشراكة الشاملة الاستراتيجية. بكين تؤكد العلاقات بين البلدين لا تخضع لضغوط أو تهديدات خارجية. أردوغان يعلن موافقة أنقرة على انضمام فنلندا إلى الناتو بعد لقاء جمع رئيسي البلدين. الأسرى يدخلون الشهر الثاني من معركتهم ضد الاحتلال ويقررون إحراق غرف في أقسام السجون. والأسير خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تحذيرات من تدهور وضعه الصحي. والأسرى هم على أبواب تصعيد كبير يبتدئ من رمضان. أبو مرزوق يؤكد للميادين وحدة الفصائل في دعم الأسرى ويقول مصلحة الفلسطينيين هي في التصعيد بوجه الاحتلال لا بالتنسيق معه. ومحادثاتنا في موسكو تتناول المتغيرات الدولية. الانقسام السياسي الإسرائيلي ينتقل إلى الجيش الأساسي وتحذيرات من تحوله إلى سفك للدماء. استطلاعات الرأي لا تستبعد الحرب الأهلية. نواب فرنسيون يتقدمون إلى البرلمان بطلب سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن وبسبب الإضراب. تراكمت 10,000 طن من النفايات في باريس. أهلا بكم. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوض الرئاسي لحقوق الطفل في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبحسب صحيفة الغارديان، أعلن كبار قضاة المحكمة الجنائية وجود دلائل معقولة لتحميل بوتين مسؤولية الترحيل غير القانوني للسكان من أوكرانيا إلى روسيا بمن فيهم الأطفال الأوكرانيون. وأشاروا إلى أن نشر المذكرة على الملأ يمكن أن يساهم في منع ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في أوكرانيا. حول هذا الموضوع ينضم لنا من موسكو الكاتب والإعلامي نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نواف. هذا الإعلان أو هذا الإصدار من المحكمة الجنائية الدولية في ظاهره إنساني لكن في باطنه يحمل أهداف معينة. ما هي هذه الأهداف بحسب كل المعطيات وبحسب النظرة الروسية المحتملة لهذا القرار؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني محكمة لاهاي الدولية، نحن نعلم أنها مؤسسة وظيفية من المؤسسات العالمية التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية و الغرب الجماعي بالتحكم بالعالم بها. وصل الآن الدور إلى المحكمة الدولية، ونحن نعلم تماما من خلال الحروب تاريخيا كيف كانت تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على العالم وصولا إلى هذا الموضوع، موضوع محكمة لاهاي. هذا آخر نفس هو موجود لدى دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويعبر عن إفلاس إنساني وإفلاس سياسي وإفلاس من كافة النواحي أن يتهم الرئيس بوتين بهذا الاتهام. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر سنين طويلة منذ الاتحاد السوفيتي السابق سرقت أطفال روسيا وأطفال الاتحاد السوفيتي، وما زالت المحاكم حتى الآن بشأن هذا الخصوص، وسرقت كل الخبراء والعلماء الذين كانوا في زمن الاتحاد السوفيتي وغيرها من الأحداث التي جرت من تغيير ديموغرافي وقتل الملايين بدءا من حرب أفغانستان وصولا إلى العراق إلى سوريا وإلى ما يلحقها من مناطق أخرى من العالم التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أتحدث بهذا التفصيل لأن الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من دول الغرب التي احتلت وقتلت وشردت كل الشعوب التي سيطرت على بلدانها لنهب ثرواتها الآن تحاكم هذا الرئيس أو ذاك سواء كان رئيس بوتين أو غيره. طيب على كل حال قبل أن تكمل الفكرة، الآن يرد هذا العاجل على شاشة الميادين عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية والتي تقول بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال بوتين لا أهمية له بالنسبة لروسيا. ماذا تعلق؟
هذا ما كنت سأقوله لو لم يكن هذا العاجل قد وقع أمام عينيك. يعني فعلا هذا الأمر لن تتوقف عنده روسيا، وأصلا أنا لم أتوقع أن يكون هناك تعليق بهذه السرعة على هذا الأمر. نحن نرى الولايات المتحدة الأمريكية استنفذت كل الفرص للتضييق على روسيا. يعني عام 2019 كانت الفرصة قبل الأخيرة بالخروج من معاهدة الأسلحة الصاروخية النووية المتوسطة، وفي عام 2020 من معاهدة الأجواء المفتوحة. لم يبقى أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تلعب على هذا الوتر وتتهم. اتهمت رؤساء كسر منذ أيام ميزيلوفيتش وحتى وصولا إلى الرئيس العراقي، وصولا إلى الرئيس بشار الأسد، وصولا إلى القيادات في كل الدول التي لا تتماشى مع سياستها وعشائرها. وهذه هي النقطة أستاذ نواف، التلطي دائما وراء حقوق الإنسان. يعني كلما يحاول الغرب وتحديدا على رأسه أمريكا أن يصوب على رئيس دولة معينة لا تتوائم سياساتها مع سياساته، أو هناك صراع بينهما، يصوبون باتجاه موضوع حقوق الإنسان ويحاولون أنسنة الموضوع، وتحديدا في موضوع الأطفال. دعيني أجيبك هنا، وأنا يعني الحمد لله منذ فترة قصيرة يعني بدأت أن أتعافى من مرض الكوفيد. لماذا أتحدث بهذا الأمر؟ لأن روسيا لديها ملفات، ومع الصين لو فتحتها سوف تشكل ضربة قاضية للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب، بدءا من ملف الإرهاب منذ عام 2000 أو منذ بداية ما يسمى ببرجي التجارة العالمية، مرورا بأفغانستان، وصولا إلى الفيروسات الممرضة والقاتلة والفتاكة التي اخترعتها وصنعتها الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بأوكرانيا وبالمصانع البيولوجية التي كانت تستخدم وستستخدم لأغراض عسكرية. وأقول لك أكثر من ذلك، أن لدى روسيا معلومات عن هذه الفيروسات بما لا يمكن أن يتوقعه أحد، وأن تحصر وتحشر الولايات المتحدة الأمريكية في الزاوية، ولكنها حتى اللحظة لم تقوم باستخدامها. وأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب أو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا نقلت بعض هذه المعامل والمختبرات البيولوجية الخطيرة إلى بعض الدول، وهي بعض الدول القريبة منكم. وسوف يتفاجأ العالم فيما لو فتحت روسيا والصين هذه الملفات، ملفات حقوق الإنسان أو الحروب، كل ملفات الحروب، ملف الحرب في العراق أو ملف ما يسمى بالربيع العربي، هناك معلومات وأحداث وأثباتات خطيرة جدا يمكن لروسيا أن تستخدمها في المحاكم الدولية. لكن أين هي المحاكم الدولية؟ محكمة لاهاي؟ ما الذي فعلته محكمة لاهاي؟ محكمة لاهاي حكمت كل الرؤساء الذين كانوا يناوئون ويتجهون بعكس اتجاه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. لذلك هنا لا يمكن الوثوق بهذه المحكمة ولا بهذه المنظمات. وعمليا المجتمع الدولي منهار، المجتمع الدولي لم يقم بأي يوم من الأيام بافتعال أو بصنع سلام، هو يفتعل حروب نتيجة السيطرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة من قبل الدول الأخرى التي أرادت وتريد أن تستمر في السيطرة على العالم. العالم الآن يتغير، والمعادلة هي معادلة الصين روسيا، الصين وروسيا. ومن عرف وفهم ما هي طبيعة ولزومية الاصطصابات اللازمة هو الذي سيكسب. الآن لا محاكمة الرئيس بوتين ولا اتهام الرئيس بوتين يفيد بأي شيء، وهذا مضحك وصراحة يعني شيء مخزي للولايات المتحدة الأمريكية في أن تذهب بهذا الاتجاه الواهي وغير واقعي وغير منطقي، والذي يتلبس بلبوس الإنسانية التي بات كل الرأي العام طيب العالمي. على كل حال، أيضا السيدة زاخاروفا صرحت بأنه روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس عليها أي التزامات موجبة به أو بموجبه. طيب هنا السؤال حول هذا الموضوع عن الأهداف. يعني هناك من يعتقد بأنه الهدف الأول المرمى إليه هو عدم مشاركة الرئيس بوتين في الجي 20 مثلا. هل هناك من أهداف أخرى، استراتيجية أخرى يتطلع إليها الغرب، أم هو محاولة يعني هي جعجعة بلا طحين لن تفضي إلى شيء فعليا، ومحاولة لإعادة إنتاج الأزمة وإعادة إدارتها من جديد كما تعمل دائما الولايات المتحدة؟ يا سيدتي، يعني كما تفضلت بالحرف الواحد ولا أريد أن أكرر ما تفضلت به، يعني أنت أجبت في خضم سؤالك عن هذا السؤال. والرئيس بوتين لا يحتاج الآن إلى مؤتمرات ولقاءات دولية، فهو صنع تحالفاته التي يحتاجها سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، ولا نريد هنا أن ندخل في تفاصيلها. واضح أن العالم تغير، وواضح أن الرئيس بوتين كرئيس وليس كشخص، وليس كبوتين كرئيس دولة عظمى مثل روسيا،
ينحى منحى الدولة العظمى ويتصرف كرئيس دولة عظمى، هو لا يحتاج إلى جي 20 وجي 40، ومن هم أعضاء هذه المنظمات الدولية؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة في هذه المنظمة أو في هذه الجهة أو في هذا المكان؟ لا، هم يريدون أن يلهبوا العالم بأنهم يمثلون المجتمع الدولي، علما أنهم أمام روسيا والصين جغرافيا واقتصاديا وعسكريا وحتى حيويا وديمغرافيا أمام حلف بريكس أو أمام الصين وروسيا والهند مع بعضهم مجتمعين لا يشكلون واحد ربع هذا العالم أو المجتمع طيب الدولي. طيب ماشي، جيد جدا هذا الكلام. هل يمكن ربط مثل هذا الإعلان بمعنى التوقيت بموضوع الزيارة الصينية المقبلة القريبة الأسبوع القادم إلى روسيا، بمعنى نوع من ردة الفعل الغربية على زيادة الشراكة الروسية الصينية التي تخيفهم على مستوى إعادة أو محاولة إنهاء القطب الواحد من العالم؟ لا يا سيدتي، فاتهم القطار. وهل هذا سلوك دولة عظمى تريد أن تفرق ما بين حليفين استراتيجيين على المستوى العالمي؟ لم يعد أمامهم أي خيار سوى الاتجاه في هذا الاتجاه. وهل نعتقد نحن أنت وأنا وأي إنسان عاقل أن الرئيس الصيني والصين كدولة عظمى وكبرى سوف تقف عند هذا الأمر وتلغي زيارة أو تتوقف؟ لا لا لا، أتحدث عن إلغاء الزيارة، عذرا على المقاطعة، أتحدث عن ردة الفعل. ولكن نعم، لكن أنا أقول أن الصين ليست بهذه الزجاجة والبساطة وبهذا الضعف لأن تتخذ موقف تجاه موقف محكمة دولية ليس لها شرعية ولا توجد أي عضوية أو اتصال أو توقيع على معاهداتها من قبل روسيا كدولة، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل الصين التي تعلم تماما المخالفات الدولية ومخالفات القانون الدولي التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بما يخص الصين أيضا. لذلك هذا الاتجاه أو هذا الإعلان لا يمكن أن يؤثر على الرئاسة الصينية أو لا أتحدث عن التأثير. لا أتحدث عن التأثير، أنا أنطلق من المعطى الذي تفضلت به حضرتك في المداخلة الأولى بأنه الغرب الآن يتخبط من خلال صراعه مع روسيا ويفلس ولم يعد يمتلك أي أدوات، لذلك يحاول أن يحارب بأي ورقة حتى لو كانت وهمية من خلالها هذه الورقة. هل يمكن أن تكون إحدى هذه الأوراق بمحاولات الرد على مثل هذا زيادة الشراكة الصينية الروسية بهذه الطريقة حتى ولو لم تؤتي أي نتيجة؟ يا سيدتي أكيد، يعني الواقع سوف يعني يذهب بروسيا والصين إلى الرد، وقد يكون الاكتفاء بالتصريح من قبل الخارجية الروسية ويكتفوا إلى هذا الحد، لكن عمليا خلال الزيارة أو خلال الفترة اللاحقة يمكن أن يكون هناك ردود جوابية، ولكن ليس بالمعنى المباشر على هذا القرار الأمريكي لأنهم يعتبرونه واهي وغير يعني غير لائق من دول كالصين وروسيا بأن ترد على مثل هذا الهراء. هذا تصرف عن جد، يعني تصرف صدياني، تصرف غير واعي غير عاقل، تصرف يدعو الى السخريه، يدعو الى الاشمئزاز من السياسه الدوليه لدوله عظمى مثل الولايات المتحده الامريكيه. لو انها اتت ووضعت يدها على الجرح كما يقال في مكان مناسب وصحيح ولديها اي اثباتات حول اتهام روسيا باي اتجاه كان من المعقول العقل والمنطق ان يذهب باتجاه ان يا اخي روسيا خاطئه ويجب ان تحاسب والى ما هنالك، لكن هذا الامر لا يمكن ان يعني روسيا والصين بشكل مباشر كدول، يمكن ان يعنيهما كرد فعل بالفعل بشكل مباشر او غير مباشر نتيجه اتخاذ اجراءات وقرارات. نحن نعلم ان الرئيس الصيني سوف ياتي الى روسيا في هذا الظرف، قد تغير الزياره، يعني الزياره كانت متوقعة أن تكون في شهر مايو في الاحتفال بالحرب الوطنية العظمى طيب. والانتصار فيها، لكن هذا الموقف سيكون موقف مغاير تماما. لذلك هناك أخبار أن الرئيس الصيني سوف يزور روسيا الصين، وهم دائما يعني عندما تكون هناك خطوات تقارب بين أي دولة يبحثون عن أي شيء جيد قوي صغير ضعيف تافه ويرمونه في طريق هذه الدول حتى يتم يعني تعثر هذه اللقاءات أو المحادثات. لكن يعني هذا معيب بحق دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها دولة عظمى. شكرا جزيلا لك نواف إبراهيم الكاتب الإعلامي، كنت معنا مباشرة من موسكو. شكرا.
أعلن الكرملين في بيان له أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا يوم الاثنين المقبل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والبيان لفت إلى أن الرئيسين سيناقشان قضايا عديدة وسيبحثان في مواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين وتعميق التعاون الثنائي على الساحة الدولية. من جهتها أكدت الخارجية الصينية أن العلاقات بين بكين وموسكو لا تخضع لضغوط وتهديدات خارجية، وأفادت بأنه سيتم خلال زيارة الرئيس الصيني تبادل الآراء بين الرئيسين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وانبين قال إن التعاون بين الصين وروسيا مفتوح ولصالح الشعبين. تنخرط الصين دائما في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. التعاون بين الصين وروسيا مفتوح ولصالح الشعبين ولتنمية العالم، ولا يخضع لأي تدخل أو إكراه من طرف ثالث. أما بشأن الصادرات العسكرية الصينية، فشدد وانغ على أن بلاده تسيطر على صادراتها وفقا للقانون، وهو ما يتعارض مع المعايير المزدوجة لبعض الدول التي تبيع السلاح بحسب تعبيره. تتخذ الصين موقفا مسؤولا تجاه الصادرات العسكرية، وسيطرت على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقانون واللوائح. في غضون ذلك نعارض العقوبات الأحادية من دون أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن. لقد كان موقف الصين ثابتا، وهو ما يتعارض مع المعايير المزدوجة لبعض الدول بشأن مسألة مبيعات الأسلحة وممارسة تأجيج النيران في أزمة أوكرانيا. قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تبحث بدائل لمسيراتها في أجواء البحر الأسود بعد حادثة الاعتراض التي نفذها السلاح الجوي الروسي، مشيرين إلى تحرك روسي لانتشال حطام المسيرة الأمريكية التي سقطت. وزارة الدفاع الأمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن الوزارة تجري تقييما لمسارات المسيرات الأمريكية في أجواء البحر الأسود وتدرس طرقا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في شبه جزيرة القرم وتجنب التصعيد مع روسيا. لدينا مؤشرات على أن روسيا يمكن أن تحاول استعادة حطام الطائرة. نقدر أنه من غير المحتمل أن يتمكنوا من استرداد أي شيء مفيد بسبب عاملين. الأول، اتخذنا خطوات لحماية المعلومات على متن تلك الطائرة. أما العامل الثاني فهو أن الطائرة تحطمت في مياه عميقة جدا. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء إجراءات الموافقة على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، تاركا البرلمان التركي مهمة التصديق على الطلب الفنلندي. وخلال اجتماعه مع الرئيس الفنلندي في أنقرة قال أردوغان إن تركيا طلبت من السويد تسليم إرهابيين، مؤكدا أن محادثات البلدين ستستمر على أساس مبادئ الحلف ومكافحة الإرهاب. من جهته أكد نينيستو أن عضوية فنلندا في حلف الشمال الأطلسي ليست كاملة من دون السويد. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم التصعيدية لليوم 32 على التوالي لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم. وقد قرروا اليوم إحراق غرف الأقسام بعدما كانوا قد قرروا إغلاق هذه الأقسام ومواصلة الإرباك الليلي. وجاء ذلك فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال قمعها للأسرى، حيث اقتحمت القسم رقم 3 الجديد في سجن نفحة. وإلى ذلك يواصل الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 41 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. مؤسسة مهجة القدس أوضحت أن وضع الأسير عدنان الصحي يتدهور يوميا، وهو بات يبصق دما باستمرار، إضافة إلى استمرار المضايقات والتفتيشات الليلية من قبل السجانين. وأفاد الأسير في رسالة أنه ما زال يواجه ظروف عزل صعبة في عيادة سجن الرملة. إلى ذلك أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق للميادين وحدة الفصائل في دعم الأسرى في معركتهم ودعم الأسير خضر عدنان وصموده في وجه السجان الإسرائيلي. كل الشعب الفلسطيني مع الأسير البطل خضر عدنان في محنته
وفي مواجهته للاحتلال، والأسرى هم على أبواب تصعيد كبير يبتدئ من رمضان صعودا حتى يحققوا كل الأهداف التي وضعوها لأنفسهم. ونموذج الأسرى هو نموذج الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني كله أسير تحت الاحتلال، الضفة والقطاع تحت الاحتلال أو تحت الحصار، هم أسرى لهذا العدوان الغاشم. أبو مرزوق أكد للميادين أن قرارات الهدم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 48 تشير إلى مرحلة جديدة خطيرة، مشددا على أن مصلحة الفلسطينيين المباشرة هي التصعيد في وجه الاحتلال. يجب أن يزول هذا الاحتلال وأن نتعاون جميعا بوحدة وطنية وبتكاتف فلسطيني حتى نواجه هذا الاحتلال. بهذه الصورة التي نجد سياسات السلطة اليوم تجتمع في شرم الشيخ وبالأمس كان في العقبة، وهم يتآمرون على مقاومتنا، يتآمرون على شهدائنا، يتآمرون على كل الوطنيين خاصة في الضفة الغربية. هذا الوضع لن يستقيم بهذا الشكل، شعبنا الفلسطيني سيرفض هذا الكلام. احنا حتى اللحظة سياساتنا لا نريد أن يكون هناك أي اشتباك داخلي، أي اختلافات داخلية، ولذلك نتوجه بالكلام بالسياسة إلى هؤلاء بأن يتراجعوا عن مشروعهم التسووي وعن مشروعهم مع الاحتلال وينقلبوا إلى مشروع مع شعبهم الفلسطيني. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كان قد استقبل وفدا من حركة حماس وناقش الطرفان الأوضاع الفلسطينية والإقليمية. وفد حماس أكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل المتاحة كافة في ظل ما يتعرض له من انتهاكات وقتل ممنهج، فيما عبر بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني واستعرض الجهود التي تبذلها موسكو مع الأطراف المعنية. وفي الميدان الفلسطيني يسود الحداد العام مدينة جنين على أرواح شهدائها الأربعة الذين ارتقوا أمس بعملية اغتيال قامت بها قوات الاحتلال في وسط المدينة، وبين الشهداء قياديان في سرايا القدس وكتائب القسام. وقد جرى تشييع الشهداء الأربعة على وقع الهتافات المطالبة بالرد على اعتداءات الاحتلال. الشهيدان المقاومان نضال خازم ويوسف شريم اللذان ارتقيا في الاعتداء الإسرائيلي على جنين لهما مسيرة طويلة في مواجهة الاحتلال في الميادين والجبهات. محمد عز الدين. في مخيم جنين مصدر قلق الاحتلال الدائم، يختلط الدم الفلسطيني مجددا. أربعة شهداء بينهم قيادي في سرايا القدس وآخر في كتائب القسام. الشهيد نضال خازم أحد قادة سرايا القدس في كتيبة جنين، يطلق على ابن 28 عاما لقب المقاتل الشرس. هو مسؤول وحدة قوة البهاء الخاصة التابعة للكتيبة. عمه فتحي خازم الملقب بشيخ المطاردين، والذي تحول إلى أيقونة وطنية ورمز للمقاومة في الضفة بعد استشهاد نجليه رعد وعبد الرحمن، ليجسد حالة وطنية خاصة في مخيم جنين. أما الشهيد يوسف شريم ابن كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، والذي شارك في جولات عديدة ضد قوات الاحتلال، فهو شقيق الأسير محمود شريم أحد المتهمين بالتخطيط ومساعدة أسرى نفق الحرية. وقد تحدث سابقا إلى الميادين ضمن سلسلة الأبطال الوثائقية عن دور شقيقه في العملية. قضية أسرى النفق وقضية أسرى المساعدين في أسرى النفق، لأنهم كان حقهم قليل شوي هيك مظلومين في هاي القضية. كان كل الإعلام موجه على الستة اللي هربوا، ولكن كانوا في خمسة أبطال وراء هدول الستة ساعدوهم. مين محمود شريم الابن؟ محمود شريم حبيب قلبي. محمود ما شاء الله عنه أسد وبطل، برفع راسي فيه أنا دايما، ودايما وين ما أروح وأي مكان وأي زمان وأي وقت بقول بس محمود. إذن هي فلسطين تختلط دماء أبنائها بكل فصائلهم خدمة لقضيتها،
يجسد مخيم جنين كل فلسطين لما يتعرض له من اعتداءات واقتحامات إسرائيلية. على وقع الخشية من تغلغل الاحتجاجات الإسرائيلية في صفوف الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي، حذر محللون من تبعات تشخيص الأمين العام لحزب الله الضعف في المجتمع الإسرائيلي ومن انعكاسات نظريته عن قرب نهاية إسرائيل. من الإسماعيل. خطاب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ الذي وصف واقع الأزمة التي تعيشها إسرائيل حاليا بأنها أسوأ كوابيسه، والذي حذر بأن الحرب الأهلية في إسرائيل أمر غير بعيد الحدوث، يجب أن يشعل برأي محللين الضوء الأحمر لدى متخذي القرار في إسرائيل قبل خروج الأمور عن السيطرة. كرة الثلج التي تكبر في صفوف عناصر الاحتياط الذين يهددون بعدم الامتثال للخدمة على خلفية الاحتجاج على إجراءات الحكومة الإسرائيلية في المجال القضائي، قابلتها خشية من أن يمزق هذا الاحتجاج أيضا جهاز الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، سواء في سلاح الجو أو شعبة الاستخبارات العسكرية أو شعب وأذرع أخرى. عناصر الخدمة الدائمة ليسوا أشخاصا أجبروا على الخدمة في الشباك والموساد والجيش، هم قرروا الخدمة ويمكنهم فجأة اتخاذ قرار بعدم الخدمة. أخشى أنه إذا أقيمت ديكتاتورية في إسرائيل ستكون هناك مغادرة للأجهزة، ستتفكك الأجهزة من الداخل، وهذا مخيف بمستوى استثنائي. ومقابل الخشية من تغلغل الفوضى السياسية إلى صفوف الجيش النظامي، حذر خبراء من أن الأزمة التشريعية والاحتجاج الواسع في إسرائيل يعززان تشخيص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الضعف الداخلي لإسرائيل وتصوره باقتراب نهايتها مع وقوفها على عتبة حرب أهلية. جميعنا سمعنا خطابات نصر الله، وأنا أقول وهذا ليس كلامي وحدي، إن الدولة في حالة خطر دائم، في أزمة اجتماعية وفي خطر أمني. أتوجه بنحو شخصي كمواطن وكشخص لديه خلفية أمنية إلى نتنياهو بأن يوقف كل هذا. شعور الترقب والخيبة الذي يسود المجتمع الإسرائيلي عكسته استطلاعات الرأي التي وصفت بالمقلقة، والتي أظهرت أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن التهديد الأمني الأخطر على إسرائيل هو الخلافات الداخلية والخشية من الانقسام بين الشعب، مقابل اعتقاد 58% منهم أن الحرب الأهلية والصدامات العنيفة سيناريوهات قابلة للتحقق. إلى ذلك انسحبت التظاهرات ضد نتنياهو إلى ألمانيا التي يزورها ضمن جولة أوروبية ستقوده الخميس المقبل إلى بريطانيا. وقد خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة برلين للاحتجاج ضد التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة الاحتلال وضد زيارة رئيسها بنيامين نتنياهو الأخيرة للبلاد. وتجمع مئات الأشخاص في ساحة بوابة براندبورغ وسط برلين حاملين أعلام كيان الاحتلال ولافتات دعت تل أبيب إلى الالتزام بالقانون والديمقراطية. ووصفت نتنياهو بالطاغوت وسط إجراءات أمنية مكثفة اتخذتها الشرطة الألمانية. مستمرون بتقديم نشرة السابعة، لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. تقدم نواب المعارضة الفرنسية للبرلمان بطلب سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بحسب وسائل إعلام فرنسية. القرار جاء بعد إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية. آلاف الفرنسيين تظاهروا للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
assumez que vous avez fait le choix de l'obstruction alors même qu'il y a déjà eu plus de temps de débat sur إلى ذلك تراكمت النفايات أو النفايات في شوارع العاصمة الفرنسية باريس لتصل إلى 10,000 طن نتيجة الإضرابات بحسب ما أفادت به بلدية باريس. الإضراب جاء احتجاجا على قرار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فرض مشروع قانون يرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. من باريس انضم لنا الخبير في الشؤون السياسية روبير بشعلاني. أهلا ومرحبا بك أستاذ بشعلاني. ماكرون إذن يقرر إصلاح نظام التقاعد والمعارضة تعتزم سحب الثقة من الحكومة، كيف يبدو المشهد من كلا الطرفين وعلى ماذا يمكن أن يرسو؟ في الحقيقة المشهد معقد قليلا في فرنسا حاليا، لأنه يعني يتناول مسألة في غاية الحساسية الشعبية في فرنسا، ولأنه يرتبط بمجموعة من الإصلاحات بين مزدوجين التي ينوي الرئيس ماكرون القيام بها، لكنه افتتح الرقص في مسألة التقاعد. إذن يعني جميع القوى السياسية تحاول أن تمنع مرور هذا التعديل، ليس لأهميته، على أهميته طبعا، لكن ليس لأهميته الخاصة مسألة التقاعد، بل لما يمكن أن يجري فيما بعد من خطوات يعتزم الرئيس ماكرون القيام بها. طيب أستاذ روبير، يعني مارين لو بان وصفت ما يقوم به ماكرون بأنه فشل ذريع لماكرون، لماذا يراهن ماكرون بكل رصيده السياسي على هذه الخطوة؟ ما الذي يريده من خلالها؟ بالواقع هو أيضا يعني يفهم الرهان ويعتبر أن هذا الرهان بالنسبة له رهان أساسي، وأنه إذا استطاع أن يمر بهذا الإصلاح فهو يستطيع أن يقوم بعدد آخر من الإصلاحات على حساب طبعا ما تسميه النقابات في فرنسا بالمكتسبات السابقة. إذن هو يريد أن يتراجع عن المكتسبات السابقة ويحاول أن يعني يمر بهذا الإصلاح لكي يستطيع أن يمرر الإصلاحات الأخرى. لذلك يعني هو يراهن أيضا على هذا الإصلاح رغم المشاكل التي يعني يواجهها، فهو من جهة يعني استطاع أن يمرر بالتصويت في مجلس الشيوخ، لكنه لم يستطع أن يمرر الإصلاح في مجلس النيابة. طيب المطالبة بسحب الثقة من حكومة بورن، هل يمكن أن تسقط هذا القانون أو هذا الإصلاح؟ مسألة صاحب حاليا هو استعمل يعني مادة دستورية تسمح له بأن يعني يقر القانون بدون التصويت، لكن يعني هذا القرار لا يجعله يعني منتصرا، لأن يعني أثار هذه الخطوة أثارت الكثير من الاعتراضات حتى في صفوف حزبه الخاصة. فهناك اليوم يعني هناك اعتراض من ضمن حزب ماكرون أصلا على الموضوع. نعم. هناك حزب أصلا يعتبر حليف لماكرون، هو الذي قدم يعني عريضة تطالب بإسقاط الحكومة، وهو مجموعة من النواب تتألف هذه المجموعة من حوالي 20 نائب، فانضم إليها طبعا كل نواب المعارضة بقسميها اليساري والتجمع الوطني، وهناك يعني احتمال أن ينضم إلى هذه المعارضة مجموعة من نواب ماكرون، لكن بالحقيقة مجموعة النواب الذين يشكلون ضمانة أكيدة للتصويت ضد الحكومة
يصل عددهم إلى حوالي 257 نائبا، ينقصهم 28 نائبا لكي ينالوا الأكثرية ويسقطوا الحكومة. إذن هم بحاجة إلى نصف تقريبا يعني مجموعة نواب ماكرون في المجلس النيابي. طب ما هو سقف بناء على كل هذا، ما هو سقف المواجهة المتوقعة ما بين ماكرون وأنصاره من جهة ومعارضيه من جهة، وخصوصا بأنه هناك رفض شعبي أصلا لهذا القانون؟ هو هذا هو الموضوع الأساسي. أنا برأيي أن المعارضين يحاولون أن يلعبوا الأوراق القانونية والدستورية التي تتيحها لهم القوانين، ولكن هم يعتمدون بشكل أساسي على المعارضة الشعبية، لأن الرأي العام أو المزاج العام الشعبي في فرنسا لم يقبل هذا التعديل، وفهم أنه يعني سوف يدفع من جيبه الخاص من مكتسباته السابقة مجموعة ما يسمى بالإصلاحات التي يقوم بها ماكرون. فلذلك يعني هناك اعتراض شعبي كبير، ولا سيما بعد امرار هذا القانون بهذا الشكل الذي مر فيه في المجلس النيابي بدون احترام للتصويت والانتخابات الديمقراطيه، جعلت يعني من الناس تنزل امس الى الشارع بدون تصويت، بدون انذار مسبق، ولا بدون يعني رخصه من المحافظه، نزلوا بشكل يعني بشكل عفوي. وهذا هلا يعني هناك احتمال ان ينزلوا يوم الخميس القادم مع النقابات مع كل المعترضين بشكل يعني قوي جدا وباضراب قوي جدا. ف يعني اعتقد ان الرهان الحالي هو رهان شعبي على رفض الناس لهذا التعديل. نعم طبعا هناك معركه كبرى، يعني ماكرون يلعب كل اوراقه فيها، وهناك يعني معارضه تلعب كل اوراقها في مواجهة هذا القانون لما يمثله من يعني رمزية الباقي، يعني ما سوف يأتي فيما بعد. فلذلك يعني هناك معركة كبرى، وهذه المعركة الكبرى يعني تجري حاليا أمام أعيننا، ولا نستطيع أن نتصور يعني النتيجة فلا حرب. نعم شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون السياسية روبير بشعلاني، كنت معنا مباشرة من باريس. السيناريو الأسوأ لمصير مصر في كريدي سويس يشير إلى تداعيات كارثية على النظام المالي في سويسرا وأوروبا، لكن الخبراء الماليين يؤكدون أن هذا الأمر مستبعد وأن كريدي سويس يمر بأزمة ثقة يمكن استعادتها مع بعض الإجراءات. موسى عاصي، هل تؤدي الأزمة التي يمر بها بنك كريدي سويس وهي الأضخم في تاريخه إلى أزمة مالية عالمية؟ هذا السؤال يطرح بقوة في الأسواق المالية المحلية والأوروبية والعالمية منذ منتصف الأسبوع بعد انخفاض قيمة أسهم البنك نحو 30%، خصوصا وأن تشعب الاستثمارات لكريدي سويس يغطي معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وانهيار أسهمه أدى مباشرة إلى تراجع أسهم عدد من المصارف الفرنسية أهمها سوسيتي جنرال الذي تراجعت أسهمه أكثر من 12%. الخبراء الماليون في جنيف متفائلون ويؤكدون أن الأزمة مؤقتة وقابلة للحل. فرضية انهيار مصرف كريدي سويس خيالية، ولكن لنفترض أنه حصل إفلاس، فهذا سيكون له آثار ضخمة على المودعين وعلى ثقة السويسريين والأجانب المودعين، وسيكون له أيضا تداعيات على مصارف أخرى. باختصار ستحل الكارثة، ولكن هذا أمر مستبعد، فالمصرف المركزي السويسري لن يترك مصرفا نظاميا ككريدي سويس ينهار. أزمة كريدي سويس غير مرتبطة بأزمة المصرف الأمريكي سيليكون فالي، وأسبابها مختلفة تماما. أصل مشكلة مصرف كريدي سويس هي نزعته لدى الإدارة للمخاطرة في الاستثمار في البورصة من أجل تحقيق الحد الأقصى من الأرباح بأقل مدة ممكنة، بغض النظر عن التداعيات على المدى البعيد. والمشكلة الثانية
هي في عدم وجود هيئة إدارية قوية لمراقبة حقيقة المخاطر. لذلك كان المصرف خلال السنوات الماضية مركبا يبحر بلا قبطان. ويؤكد الخبراء أن أزمة كريدي سويس الحالية هي أزمة فقدان الثقة، وفي حال فشل الإجراءات الحالية لاستعادة ثقة الزبائن، فإن سويسرا لن تترك مصرفها الثاني في أزمة وستنقذه كما فعلت عام 2009 عندما أنقذت البنك السويسري الأول UBS بنحو 200 مليار دولار. سوء الإدارة وجشع الربح السريع أسقط كريديت سويس ثاني أكبر بنك في سويسرا في أزمة قد تتحول في حال انعدام الحلول إلى كرة ثلج تضرب النظام المالي الأوروبي مع تداعيات على المستوى العالمي. موسى عاصي، جنيف، الميادين. صادق البرلمان الأوروبي بالإجماع على قرار يطالب بإطلاق سراح الموقوفين في قضية التآمر على الدولة في تونس وإعادة القضاة المعزولين إلى عملهم واحترام الحريات النقابية. البرلمان الأوروبي وصف حكم رئيس قيس سعيد بالاستبدادي، والقرار اعتبره نواب البرلمان الجديد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي. عماد شطارة. سريعا جاء تحرك نواب البرلمان الجديد من قرار البرلمان الأوروبي، حيث دعا نواب مبادرة لينتصر الشعب إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للرد على ما اعتبره تدخلا سافرا للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي التونسي وفي قضايا سيادية. احنا ما نستناوش دروس من الناس هذوما، ورغم أننا نريد أن نحافظ على علاقاتنا مع كل الدول في كنف الاحترام، احنا ما نتدخلوش في الشؤون الداخلية لهذه الدول. ومن حق الدولة التونسية اللي الشعب التونسي هو اللي اعطاها الحق في انها تكفله أمنه وتكفله استقراره، وانها تحقق مع الناس المشبوهين اللي هما متهمين، قرينة البراءة تظل موجودة، ولكن من حق الدولة التونسية أن تحقق مع الناس هذوما. من خطاب سماه القلق على وضع الحريات إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضاء في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، إلى الإعلان عن إيقاف المساعدات المادية لوزارتي العدل والداخلية، تدرج موقف البرلمان الأوروبي ليتخذ منحا تصعيديا يأتي فيما أعلنت البلاد عودة البرلمان إلى العمل والخروج من الوضع الاستثنائي. معركة السيادة تدار بشيئين، تحسين الجبهة الداخلية بتأمين ائتلاف وطني يمزج بين ما هو داخلي وما هو خارجي، وثانيا بتأمين الواقع الاجتماعي والاقتصادي التونسي بما يجعل الائتلاف قائما حول أهم المواضيع المشتركة. عبر التلويح بالضغط الاقتصادي اختار البرلمان الأوروبي أن يتحرك وهو يدرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد. قد يكون البرلمان الجديد في مقدمة مؤسسات الدولة المدافعة عن سيادة القرار الوطني، غير أن معركة الدفاع عن السيادة تستدعي أيضا وحدة الصف داخليا واستقلالية في الخيارات الاقتصادية. عماد شطارة، تونس، الميادين. تجري إيران وروسيا والصين مناورات تدريبية شمال المحيط الهندي، وذلك بهدف تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومكافحة الإرهاب البحري والقرصنة. مالك عابدة. سفن حربية إيرانية وروسية وصينية بدأت مناوراتها المشتركة في شمال المحيط الهندي على مساحة تقدر بنحو 17,000 كيلومتر مربع ولمدة 5 أيام. تستمر مناورات حزام الأمن البحري المشتركة، تدريبات تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والجاهزية لدى القوات البحرية المشاركة. بدأت القوات المشاركة بالتدرب على إطلاق النار طوال المدة الليلية على أهداف هددت مياهنا، ثم أجرت تدريبات على التواصل عبر الأنظمة المرئية وتبادلت المعلومات التي جمعتها السفن الحاضرة في المناورات. للمرة الرابعة تستضيف إيران هذه المناورات، يقول المسؤولون إنها تحمل رسالة سلام وصداقة إلى الجميع. سعيد جدا بمشاركتنا في هذه المناورات مع البلدين القويين والصديقين إيران وروسيا، علينا التفكير معا في كيفية توافر الأمن في هذه المياه المهمة. هدفنا من وجودنا هنا هو توفر الأمن في المنطقة ودعم القوات التي تجمعنا وإياها أهداف مشتركة، نأمل أن يزيد هذا التعاون الثلاثي بين بلداننا في المستقبل. تؤكد طهران وبكين وموسكو مجددا
أنها ماضية في تعزيز تعاونها المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين برغم الضغوط الغربية والأمريكية. تؤشر هذه المناورات في ظل تكرارها على تطور العلاقات الإيرانية الروسية الصينية، بينما يرى مراقبون أن شكلا جديدا من التحالفات الإقليمية بدأ بالظهور أمام تراجع الدور الأمريكي في المنطقة. ملك عابد، طهران، الميادين. نظمت وزارة الأسرى والمحررين في غزة وبمشاركة مؤسسات الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ماراثون وفاء للأحرار بعنوان بدنا أولادنا يروحوا. الوزارة أكدت أن الماراثون جاء لتسليط الضوء على قضية الأسرى عبر نافذة الرياضة في رسالة إلى العالم للالتفات إلى قضية آلاف الأسرى الذين يعانون الأمرين بفعل سياسات الاحتلال. طبعا هذا الماراثون الرياضي الذي يشارك فيه مئات الشباب الفلسطيني الأقوياء هو رسالة واضحة أن قضية الأسرى تشغل بال كل حر في هذا الشعب وكل حر في هذا العالم، وهو رسالة واضحة أن الأسرى أمانة في عناقنا وتحريرهم أمانة، وأننا يجب أن نسير في سباق من أجل تحريرهم. يخوض هذا السباق الإخوة الأحرار من أجل تحرير الأحرار داخل السجون. يعني أعتقد أنه هذه تأتي الفعالية الرياضية في هذا الماراثون تضامنا مع أسران البوابة لنؤكد بأن قضية الأسرى هي قضية كل الشعب الفلسطيني، وأن كل أبناء شعبنا الفلسطيني وشرائحهم تقريبا تعرضوا إلى الأسر على مدار تاريخ هذا الاحتلال. نحن لدينا المئات من الأسرى الرياضيين، وكان على رأسهم الأسير الكابتن محمود السرسك صاحب أطول إضراب والذي فجر يعني بصموده وإضرابه الحرية. ونحن نقول لأسرانا القابعين خلف قطبان الاحتلال أنتم ليس وحدكم ونحن خلفكم حتى تحريركم بإذنه تعالى. هنأت الخارجية الكوبية رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين الإعلامية غسان بن جدو لمناسبة تقليده وسام الصداقة الكوبي من قبل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل. وخلال لقاء في مقر الخارجية في هافانا جمع بن جدو بجوزيفينا فيدل نائبة وزير الخارجية الكوبية، شكرته على الحرفية الإعلامية والسجل الحافل بالتضامن مع كوبا والالتزام غير المشروط بالدفاع عن ثورتها. وبدوره أكد بن جدو أن كوبا والميادين على خطى الثورة في الدفاع عن الإنسانية والتحرر في العالم. إلى العناوين. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا. الرئيس الصيني في روسيا مطلع الأسبوع المقبل لتعميق التعاون الدولي والشراكة الشاملة الاستراتيجية. وبكين تؤكد العلاقات بين البلدين لا تخضع لضغوط أو تهديدات خارجية. أردوغان يعلن موافقة أنقرة على انضمام فنلندا إلى الناتو بعد لقاء جمع رئيسي البلدين. الأسرى يدخلون الشهر الثاني من معركتهم ضد الاحتلال ويقررون إحراق غرف في أقسام السجون. والأسير خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تحذيرات من تدهور وضعه الصحي. الانقسام السياسي الإسرائيلي ينتقل إلى الجيش الإسرائيلي الأساسي وتحذيرات من تحوله إلى سفكا للدماء واستطلاعات الرأي لا تستبعد الحرب الأهلية. والأسرى هم على أبواب تصعيد كبير يبتدئ من رمضان. أبو مرزوق يؤكد للميادين وحدة الفصائل في دعم الأسرى ويقول مصلحة الفلسطينيين هي في التصعيد بوجه الاحتلال لا بالتنسيق معه، ومحادثاتنا في موسكو تتناول المتغيرات الدولية. نواب فرنسيون يتقدمون إلى البرلمان بطلب سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، وبسبب الإضراب تراكمت 10,000 طن من النفايات في باريس. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغات العربية، الإنجليزية والإسبانية.
شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.